كريس ميسينا هو تقني كان يعمل في عدد من الشركات وأبرزها جوجل. كان أول شخص يستخدم الهاشتاج وهو مخترع هذه الأداة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية على الإنترنت. كيف جاءتك فكرة إنشاء هاشتاج؟ لو عدنا إلى عام 2007، في تلك الفترة كانت ذروة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فتويتر لم يكن يتمتع بالشعبية التي نعرفها به الآن. وقد كنا نحن والقراصنة في وادي السيليكون نستخدم تويتر للتواصل مع بعضنا البعض. وأحد المشاكل التي كنا نواجهها هو أنه لم يكن مثيرا للاهتمام، وهو في الحقيقة ما كان يواجهه أيضا المستخدمون. فبدأ العديد بالتفكير بطريقة لإنشاء مجموعات على الموقع، أي وجود موضوع واحد لكل مجموعة من الناس أو لمن يهمه الأمر. وبدأت أنا بالبحث عن حل، ووجدته مستخدما بكيفية أخرى في موقع يتيح لأي شخص إنشاء قناة لإجراء محادثات فيها. والطريقة كانت وضع إشارة الباوند قبل الكلمة. وجدت أنها طريقة جيدة للناس للاتصال بخصوص موضوع ما، فاقترحت الفكرة على تويتر نفسه بتغريدة مؤرخة في 23 أغسطس 2007. وكانت ردود الفعل متنوعة، فمنهم من قال أنها فكرة جيدة، ومنهم من رفضها تماما قائلا أنها تافهة. لكن في الوقت نفسه كان لدي صديق وكان يقوم بأخذ معلومات من مقالات إخبارية وينشرها على تويتر، وهو شيء نفعله عادة الآن. كان يتحدث عن حريق سان دييغو عام 2007، وكان من الصعب متابعة تغريداته والعثور عليها. فاقترحت عليه أن يضع هاشتاغ حريق سان دييغو في كل تغريدة عن الموضوع، وهكذا كل من يهمه الأمر يمكنه متابعته بل وتقليد طريقته أيضا. وهذا ما فعله بالضبط، وأصبحت فكرة الهاشتاغ مستخدمة من قبل العديد، إلى أن رأيتها على إعلان في الطريق، وعندها علمت أنها بدأت تستخدم على نطاق واسع وليس من قبل القراصنة فقط.